مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في استوديو الصحافة ولقائنا صعد خلاله أهم ما تنشره صحافة القاهرة الصادرة يوم الخميس الرابع من شهر أبريل سنة 2013. النهاردة المجلس الأعلى للأزهر عقد اجتماع برئاسة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد طيب شيخ الأزهر، وأصدر مجموعة من القرارات أهمها إقالة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وإحالة المتسببين عن حالة تسمم أكثر من 500 طالب في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وتغييرهم تغيير مسؤول التغذية وتغيير المسؤول عن المدينة الجامعية في كلتا المدينتين اللي هي البنين والبنات، وفتح باب الترشيح أو الترشح لشغل منصب الرئيس الجديد لجامعة الأزهر خلال أسبوعين. طبعا في مصادر من داخل جامعة الإخوان بتؤكد أن الجامعة كثفت من اتصالاتها بالرئيس الدكتور محمد مرسي لترشيح الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد ليكون رئيسا لجامعة الأزهر خلفا للدكتور أسامة العبد. طبعا الموضوع طبعا مش هيمر مرور الكرام، سنجد كثيرة من العناوين تتحدث عن الأخوانة. أيضا على الجانب الآخر على خلفية هذا المشهد، طبعا هو مشهد صاخب بكل المقاييس بعد ما خرج طلاب جامعة الأزهر واقتحموا مقر المشيخة وعملوا اعتصام داخل مقر المشيخة ورفعوا رددوا هتافات ورفعوا لافتات تندد بشيخ الأزهر وتطالب بإقالة شيخ الأزهر. طبعا على الجانب الآخر في مصادر تتحدث عن تسييس هذه القضية ومحاولة استغلالها للنيل من الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر بسبب تمسكه بالدستور ومطالبته بعرض مشروع قانون الصكوك المثير للجدل على هيئة كبار العلماء بالأزهر، يعني التزامات بنص الدستور اللي هي المادة الرابعة في الدستور اللي بتنص على أن كل المواد المتعلقة بالشريعة تعرض على هيئة كبار العلماء في الأزهر. هناك أحاديث يعني عن أن هناك تصفية حسابات مع شيخ الأزهر، طبعا دي كلها أشياء مثيرة للجدل اهتمت بها صحافة الخميس 4 أبريل. نبدأ هذا الملف بصحيفة اليوم السابع في صفحتها الأولى، واليوم السابع بتقول في الصفحة الأولى إقالة رئيس جامعة الأزهر في قضية التسمم مشيخة الأزهر تحت حصار الطلاب وهتافات برحيل الإمام الأكبر. طبعا المصادر بتقول أن هؤلاء الطلاب الذين يهتفون برحيل الدكتور أحمد طيب هم طلاب ذو ميول إخوانية ذو ارتباطات إخوانية يتم تحريكهم من جانب جامعة الإخوان بهدف تصفية الحسابات مع شيخ الأزهر الذي أحرج جماعة الإخوان وأصر على عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء في الأزهر، والأزهر كان رفض هذا المشروع مرة قبل كده. طبعا يعني موضوع في الصفحة الثانية طبعا اليوم السابع بتكلم يعني يمكن في لمسة فيتشر إنسانية كده بتكلم عن الوجبات داخل المدينة الجامعية. بتقول في اليوم السابع وجبات المدينة أو المدن الجامعية أرز معجن خضار بالحصى وفراخ بالدم. رحلة الحصول على الطعام تبدأ بطابور تنتهي بقراءة الرقم المتسع على الكرنيهات. طبعا في الحقيقة المدن الجامعية مش جامعة الأزهر بس، حتى في عايز أقول في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وغيرها من المدن الجامعية في الحقيقة طبعا هي فيها طبعا في تدني في مستوى النظافة، في تدني في مستوى الوجبات. في الحقيقة وجبات بيصرف عليها كتير جدا، يعني تقال مثلا الكورة طب له مش عارف قد ايه من اللحمة، له قد ايه من له كم جرام لحمة، له كم جرام من الفراخ، له قد ايه من الرز، الكلام ده كله. لكن للأسف شديد عدم وجود او عدم يعني مراعاة النظافة فيما يتم صرفه من وجبات للطلاب طبعا بيفسد اي جهود، وفعلا فجأة بعد كده يقول لك ده الدولة بتصرف مليارات وبتصرف ملايين على المدن الجامعية وبيتم دعمها. انا اذكر يمكن من 25 سنة لما انا التحقت بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وانا باعتبار يعني ان انا من سكان خارج القاهرة كان ليا حق الإقامة في المدينة الجامعية، وبالفعل نزل اسمي في الكشوف الخاصة بالمدينة الجامعية، وكان خلاص مطلوب ان انا اروح اسدد المصاريف بتاعتها باعتبار ان انا يعني صعب ان انا اجي من مسافة السفر. وانا بتكلم من 25 سنة اللي كان في مترو انفاق بتاع شبرا الخيمة اللي هو الخط الثاني، وكانت ولا كان في مترو حتى، يعني يا دوب كانت المواصلات عشان مثلا تيجي من القليوبية لغاية جامعة القاهرة بالظبط كان ده بياخد 3 ساعات، نركب اتوبيس 219 وبعدين نركب اتوبيس 108 ويفضل بقى ماشي في شارع شبرا 108 ده ياخد له كده 10 ساعة ونص ساعتين على ما يوصل لجامعة القاهرة 100 او 108. طبعا ده كل ده تاريخ من 25 سنة، النهارده الوصول لجامعة القاهرة اصبح سهل، النهارده بتركب مترو وسيله مواصلات حضريه حتى لو هي كانت زحمه، لكن في مده متوقعه انك هتوصل بها الجامعه في 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 زمن معين بدون المرمطه اللي احنا كنا بنشوفها. فاذكر ان انا لما اسمي نزل في الكشف بتاع المدينه الجامعيه دخلت اتفرج على المدينه، طبعا لقيت شيء يعني عايز اقول لا ادمي، شيء يعني لا يصلح للاستهلاك الادمي، سواء من حيث النظافه، من حيث الغرفات، من حيث الوجبات اللي فيها، يعني حاجات كثيره. طبعا يعني انا اصرت ان انا ما التحقش بالمدينه الجامعيه وقررت ان انا كل يوم اجي من بلدي في القليوبيه لغايه جامعه القاهره. اليوم السابع في صفحتها الخامسه بتقول الحكومه تشكل فرقا للكشف على المفاجأة على المدن الجامعية والطلاب يحاصرون المشيخة خلال اجتماع المجلس الأعلى للأزهر، طلاب مصابون من داخل المستشفى بيقول وزير الشباب احنا عاوزين معاملة بني آدمين.
الدكتور في الصفحة الثالثة بتقول إقالة رئيس جامعة الأزهر ومسؤول التغذية ومدير المدينة الجامعية. جامعة الصحوة الصوفية بتقول إن شيخ الأزهر خط أحمر والصوار بيقولوا دماؤنا فداء للطيب. المصر اليوم الصفحة الأولى أيضا بتقول المصر اليوم تسمم الأزهر يطيح بالعبد والإخوان تجهز ترشيح الشيخ عبد الرحمن البر، الطلاب يفضون اعتصامهم وطبعا توجهوا للمدينة الجامعية عشان يحتفلوا بقرار إقالة الدكتور أسامة العبد، والنيابة تأمر بضبط مدير المدينة الجامعية للتحقيق معاه وضبط أيضا مدير جامعة رئيس جامعة الأزهر للتحقيق معهم فيما هو يعني حدث من مهازل داخل يعني بسبب تسمم أكثر من 500 طالب. روزا اليوسف بتتحدث في الصفحة الأولى عن مخطط الإطاحة بشيخ الأزهر. ممكن روزا اليوسف تتكلم يعني بتاخد المشهد من الزاوية السياسية بتاعته، بتقول إن في كثير من مواقع التواصل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تم اكتشاف إنها تابعة لعناصر تابعة جماعة الإخوان، هي كانت بتحشد حملات تشويه للإمام الأكبر شيخ الأزهر وبتستغل حدث تسمم 500 طالب بيحاولوا إن هم يتصيدوا في الماء العكر. وبتقول روزا اليوسف إن في اتهامات بتورط الإخوان في الحادث اللي رفض الإمام الأكبر مشروع الصكوك، وإن هذا الحادث هو حادث مدبر ومتعمد في التوقيت ده عشان شيخ الأزهر طبعا وقف وقفة قوية في وجه الحكومة وفي وجه مجلس الشورى، فيبقى المقصود هو إحراج شيخ الأزهر. والوفد في صفحتها الأولى بتنقل عن الوفد والقوى الوطنية والسياسية بيقولوا لا لمؤامرة كسر الأزهر، ده للوفد بتقوله. وفي قانونين بيقولوا ان بيطالبوا بيقولوا حاكموا قنديل على حادث التسمم، وعلماء بيقولوا الاخوان يعاقبون الطيب، وبيقولوا ان هذه الحمله يعني تاتي بسبب تمسك الامام الاكبر بالدستور، بتمسك بنص الدستور اللي هو بيقول في الماده الرابعه ان اي مشروع قانون له علاقه بالشريعه الاسلاميه يجب ان يعرض على هيئه كبار العلماء، فما فعله شيخ الازهر هو الراجل بيتكلم بالدستور اللي انتوا حطيتوه، ده دستوركم اللي انتوا حطيتوه. وطبعا ان هو تمسك بالدستور وان يتم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئه المسير الجدع على هيئه كبار العلماء ثم رفض الازهر لهذا المشروع، فهذه كلها مؤامره لضرب او كسر الازهر، وده بحسب ما السياسيون بيحذروا في صحيفه الوفد. وده موضوعنا الاول النهارده في حلقتنا، هو موضوع الازهر بعد قضيه التسمم. تم اقاله رئيس الجامعه، احالته للنيابه، احاله مدير المدينه الجامعيه، احاله مسؤول التغذيه. الطلاب بدات ان هي تخف حده الاعتصام، بداوا النهارده يعودوا مره اخرى الى جامعتهم لمواصله الدراسه والاحتفال باقاله رئيس جامعه الازهر. موضوعنا الثاني في حلقتنا النهارده هو موضوع ملف انا بحط له عنوان هو ملف الرئيس الدكتور محمد مرسي. الرئيس مرسي هو او مؤسسه الرئاسه بشكل عام كانت ايضا محور اهتمام من جانب الصحف في تصريح خرج به الوزير المفوض عمر عامر المتحدث باسم الرئاسه. هو كان النهارده صرح بتصريح مهم جدا اكد فيه ان النائب العام باق وان حكومه هشام قنديل ايضا باقيه ومستمره، وان الطعن على الحكم باقاله النائب العام ما زال قيد الدراسه لم يتخذ فيه اجراء. دكتور هشام قنديل حكومته مستمره، وبيقول ان مصر تحتاج الى قدر مناسب من الاستقرار حتى تستطيع الحكومه مواجهه التحديات وهي كثيره وتتطلب المزيد او الكثير من الجهد. يعني اذا النائب العام باق الحكومه هشام قنديل باقيه. وفي الحقيقه المتحدث باسم الرئاسه اللي هو الوزير المفوض عمر عامر نفى ثلاث حاجات. اول حاجه نفى صحه الانباء التي تتحدث عن قيام جهاز المخابرات بتجنيد 300,000 بلطجي اللي هي كان قالها ابو العلا ماضي، وقال احنا ما لناش علاقه بالكلام ده كله، ابو العلا ماضي يتحدث عن نفسه، لا علاقه للرئاسه بهذا، وان جهاز الامن القومي المصري هو جهاز محترم وله كل تقدير واحترام، ده رقم واحد. رقم اثنين نفى صحه الانباء التي تتحدث عن او تحدثت عن لقاء عقده الرئيس الدكتور محمد مرسي اثناء زيارته لباكستان مع ايمن الظواهر زعيم تنظيم القاعده، قال لم يحدث هذا اللقاء. وايضا نفى وجود اي وساطه من جانب الرئاسه بين الجيش وحركه حماس بسبب موضوع قيام الجيش بهدم الانفاق، قال برضو هذه كلها امور غير صحيحه. النائب العام باقن حكومه هشام قنديل الباقيه، طبعا هذه التصريحات اثارت حاله من الغضب والاستياء داخل يعني صفوف الثوار او القوى الثوريه، اعتبروا ان هذا يمثل نوع من التحدي. في الحقيقه انا اعتقد ان ايضا تصريحات الرئاسه يجب ان تراجع، يعني حين يتعلق الامر بحكومه هشام قنديل ممكن نفهم ان ده قرار خاص برئيس الجمهوريه حكومته، هو يملك ان هو يعين الحكومه، يملك ان هو يكون الحكومه طبقا لما تنص عليه الماده 147 من الدستور، ان رئيس الجمهوريه هو من يعين وهو من يكون من المناصب العامه او الوظائف اللي هي الخاصه بالدوله. لكن حين نتحدث عن قرار بقاء النائب العام اعتقد ان هذا يتجاوز صلاحيات مؤسسه الرئاسه. اتمنى ان الرئيس مرسي ومؤسسه الرئاسه تراجع كثير من التصريحات المنسوبه لمتحدثيها. يعني لما بقول النائب العام باقي احنا بنتكلم عن حكم قضائي، كل رجال القضاء وكل رجال النيابه في مصر شيوخهم وشبابهم يؤكدون على ان هذا الحكم واجب النفاذ، ولا مجال للطعن على هذا الحكم الا من خلال التقاضي من خلال المحكمه. حتى هذه اللحظه هي قضايا الدوله لم تتقدم بطعن على هذا الحكم، مؤسسه الرئاسه حتى الان لم تتقدم به، الموقف غير معلن وغير واضح. فحين يتحدث عن بقاء النائب العام اعتقد ان دي مساله تتجاوز صلاحياته، وطبعا ده يثير حاله من الجدل وحاله من الهجوم. النهارده حركه 6 ابريل
ابريل يعني بتحتفل بالذكرى السنويه لتاسيسها يوم 6 ابريل كل يوم السبت القادم، وابتدوا حاجه اسمها تاسيس حاجه اسمها سبت الغضب، ويعني اشياء وفعاليات كثيره، وان هيكون في بقى فعاليات سريه وفعاليات فوقيه وتحتيه والكلام ده كله. عليه الاحوال الملف ده في دي بصحيفه الوفد في صفحتها الاولى بتقول الوفد الرئاسه تتحدى طلعت وقنديل باقيان. المتحدث الرسمي اللي هو عمر عامر بيقول اسألوا أبو العيلة ماضي عن هجومه على المخابرات ومرسي لم يقابل الظواهر في باكستان. يعني بيقول اللي الكلام اللي قاله أبو العيلة ماضي على رئيس حزب الوسط إن الرئيس مرسي قال له مش عارف المخابرات، قال ما لناش علاقة بالكلام ده كله. اللي عايز يسأل يروح يسأل أبو العيلة ماضي عن هذا الكلام، وإن الرئيس مرسي لما كان في باكستان لم يلتقي بأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أثناء ما كان موجود في الرئيس في باكستان. نروح للمصر اليوم، منشط الرئيس المصري يمكن هو منشط جامع للموقف السياسي في مصر كله، بيقول مرسي يتحدى والثوار يستعدون لسبت الغضب. في الحقيقه مش الثوار، هم 6 ابريل عشان نتكلم مع بعض بصراحه، من يستعد سبت الغضب ده اسمه ده يعني على وزن سبت النور كده مثلا، يعني هو سبت الغضب ده هو الموافق 6 ابريل وهي الذكرى السنويه لتاسيس حركه 6 ابريل، وقالوا ان هم هيعملوا مجموعه من الفعاليات، بعضها هيروحوا يحصروا مقر الرئاسه الاتحاديه، يحصروا مقر يتظاهروا امام مقر الارشاد، مش عارف هيدعوا مش عارف لايه، حاجه كلها غاضبه. الرئاسه بتقول النائب العام باقن وحكومه قنديل مستمره في عملها. رئيس نادي قضاه الاسكندريه بيقول ان الحكم هيتنفذ الحكم واجب النفاذ يتنفذ. وعبد المجيد محمود سيعود الى موقعه كنائب عام. والاستاذ حمدين صباحي بيقول لن نتنازل، مؤسس التيار الشعبي بيقول لن نتنازل عن نائب عام جديد، وان احنا لن نخوض هذه الانتخابات الا بعد تحقيق العداله، القصاص لدماء الشهداء، تحقيق العداله. طبعا هو كلام غامض، حمدين صباحي يبدو انه استمر لعبه التصريحات يعني اللي هي بتغازل او تداعب المشاعر دون ان تكون تحمل اي مضمون. يعني عايز اعرف ايه مفهوم العداله اللي عايز اللي يقصده حمدين صباحي، يعني ما هو مفهوم العداله؟ هل مطلوب اتخاذ قرارات استثنائيه حين يتحدثون عن العداله الانتقاليه؟ لما يجي الرئيس مرسي ياخد اجراءات استثنائيه يقول لك الحق ده انهيار دوره القانون. في الحقيقه طبعا النهارده اصبحت لعبه اعلاميه الكل بيستمرها بلا اي معنى، يقول لك لا نتنازع عن النائب العام، ده كلام مفهوم، لكن يقول لك تحقيق العداله وقصاص دماء الشهداء وغيره وغيره من الكلام ده. طبعا ده كلام انا في حقيقة مش قادر يعني اترجمه على ارض الواقع لحاجه معينه. اليوم السابع في صفحتها الاولى ايضا تتحدث عن، احنا في اليوم السابع يا جماعه، جريده اليوم السابع، اليوم السابع بتقول 6 ابريل تدعو لاسقاط النظام في ذكرى تاسيسها، وبتقول ان حركه 6 ابريل اعلنت عن خريطة تحركاتها خلال الشهر الحالي. هذه الخريطة فيها بعض النقاط السرية بهدف يعني تفادي أو تجنب أن ممكن أجهزة الأمن أن هي تحاصر الفعاليات اللي 6 ابريل هتعملها، وفي أيضا منع محاصرة الأمن العام ليها، وبتقول فيها أن وفي خطة علنية، وبتقول أن بتشمل الهدف منها هو شل مفاصل الدولة. ربنا يشل لكم، يعني عايز أعرف هي ناقصاكم 6 ابريل و7 ابريل و8 ابريل؟ يعني شل مفاصل الدولة، ما كفاية المعادلة الناس بتعانيها، اللي مختلف مع الرئيس مرسي يروح يختلف مع الرئيس مرسي عنده، لكن انا عايز اعرف ايه ذنب المواطن اللي هيروح مجمع التحرير؟ في الحقيقه دي بلطجه بوضوح شديد جدا. انا يعني انا لا مع 6 ابريل ولا ضد 6 ابريل، لكن النهارده اللي يتكلم شل مفاصل الدوله بحسب ما بيقولوا في البيان بتاعهم، اقول لهم ربنا يشل لكم انتم. يعني هي مش راسه مفاصل الدوله شلل، ما كفايه شلل السكه الحديد امبارح وقاعدين بيهددوا يعملوا، كفايه شلل ده العام قبل كده. النهارده مجمع التحرير لما يقول لك مفاصل الدوله، ايه بقى شل مفاصل الدوله؟ بيقول لك في ثلاث محاور هيشيلوا بيها مفاصل الدوله، ده البهوه بتاع 6 ابريل. اول حاجه محاصره الوزارات الجمهوريه زي وزاره التموين ووزاره الصحه ووزاره العدل ودار القضاء العالي ووزاره الماليه وغيرها. يعني النهارده اي حد محرك له مصلحه عايز بقى يروح يخلص ورقه، يخلص ما اعرفش ايه، طلع قرار علاج، انسى الكلام ده كله، شل مفاصل الدوله. ادي اول حاجه. رقم 2 تنظيم مظاهرات امام الاتحاديه ومقر الارشاد. والله انتوا احرار، اللي عايز يروح عند مقر الاتحاديه يحاصر الاتحاديه يضربهم وهم يضربوه، يولعهم يولعوه، هم احرار مع بعض ما لناش علاقه. رجل الشارع البسيط الغلبان ماله من الكلام ده كله؟ روح يحاصر الاتحاديه، يحاصروا مقر الارشاد، يحاصروا اللي حاصروه. لكن النهارده لما تيجي النهارده تحاصر لي مقر مجلس الامين، تحاصر لي مقر وزاره التموين، تمنع عمليه توزيع امي بوتجاز، تمنع قطر، تقطع شريط قطر، اعتقد ان دي يعني نحن امام اجرام منظم، امام عمليه ارهاب هدفها تعطيل مصالح المواطنين. واعتقد ان ليست هذه هي الثوره التي سقط فيها اكثر من 1000 شهيد. الثوره ما قامتش علشان نحن نقول شل مفاصل الدوله بكل بجاحه، يقول لك شل مفاصل الدوله. طبعا ده كلام يعني كلام غير مقبول، وانا كلام ده بقوله على مسؤوليتي الشخصيه، هذا كلام انا لا اقبله جمله وتفصيلا. الدستور في الصفحه الثالثه ايضا بتقول القوى الثوريه تدعو الشعب لاسقاط النظام في 6 ابريل. انتوا احرار تسقطوا النظام، النظام هو اللي يسقطكم، تولعوه يولعكم، انتوا احرار مع بعض. لكن انا بتكلم مصالح الناس لا يصح انها تكون عرضه للاجندات السياسيه. الثوار بيقولوا ان مرسي والاخوان قاتلوا جنودنا وشبابنا ويعدون سقوقا لبيع اصول مصر، هم احرار يعملوا اللي عايزين يعملوه، لكن شل مفاصل الدوله، حصار وزارات، حصار الكلام ده كله، قطع طرق، قطع سكه حديد، ده كلام يعني محاصره مستشفيات، كل ده كلام يعني كلام يعني انا بعتبر ده بلطجه وارهاب.
وده يعني او محرار عايزين يعترض على النظام زي ما انت عايز يعترض اختلف على النظام كما شئت. النهارده الخلاف على رئيس الجمهوريه لما يقعد يحمل اي بطوله يعني النهارده ما اسهل لاي حد. النهارده انا اشتغلت في الصحافه في اول التسعينات واخر الثمانينات في وقت يعني في عصر يختلف عن عصر الحالي في وقت احنا ما كناش بنجرؤ ان احنا عايز اقول نهاجم رئيس وزراء. النهارده اعتقد سقف الحريات انفتح سهل قوي النهارده تقدر في صحيفه قوميه زي الاهرام او الاخبار والجمهوريه وهي صحف مملوكه للدوله انك انت تهاجم رئيس الجمهوريه تقول الرئيس اخطا. ما كانش حد يجري يقول الكلام ده من 10 سنين فاتوا ولا من خمس ولا حتى من 5 6 سنين فاتوا نقول ان الرئيس اخطا او الرئيس قال او الرئيس عاد والكلام ده كله. اختلف مع الرئيس كيفما شاء لم يعد الخلاف مع رئيس الجمهوريه يحمل اي بطوله. لم يعد الخلاف مع النظام يحمل اي نوع من الشجاعه الفائقه او محتاجه مواصفات خاصه من اللي بيهاجم او بيكتب عشان يقول لك يعني ده راجل فدائي. النهارده ما عنديش عمليه فدائيه بقت عمليه عاديه جدا والفيسبوك يعني موجود وتويتر موجوده وكل واحد النهارده عنده القناه بتاعته على النت بيقدر يقول فيها ما يشاء. لكن النهارده ان تختلف مع رئيس الجمهوريه فتصيب المواطنين الغلابه البسطاء الذين يريدون قضاء مصالحهم يعني بالاذى او بالضرر طبعا هذه هي ليست ثوره هذا اخراب هذا ارهاب وتخريب متعمد. هنا شباب القضاء ايضا بيقولوا في الدستور صفحه 3 عدم تنفيذ حكم بطلان تعيين طلعت جريمه عقوبتها الحبس. ماشي ادي الملف الثاني نروح الموضوع الثالث حياتي النهارده هو موضوع البوتاجاز. البوتاجاز النهارده طبعا تم رفع يعني سعر انبوبه البوتاجاز المنزليه من 4 ل 8 جنيه. المحلات اللي هي الموبا الكبيره دي طويله شويه من 8 ل 16 جنيه. طبعا حصل حاله من تعطيش السوق حاله من الاضراب حاله من عايز اقول من العشوائيه في توزيع الانابيب. طبعا المساله مش مساله 4 جنيه رفعت في سعر الانبوبه المساله ان كان في امتيازات ومصالح لكثير من الناس اللي كانوا بياخدوا اولا الانبوبه دي مش ب 4 جنيه. الانبوبه دي سعرها الرسمي 2 جنيه ونص او 2 جنيه 75 3 جنيه الا ربع بالظبط. يعني الانبوبه دي اللي هي بيقولوا ب 4 جنيه الانبوبه دي ثمنها 3 جنيه الا ربع. طب 3 جنيه الا ربع مع البيع والسرقه والبلطجه والعربجه واللي ياخد لك نص جنيه في الانبوبه والعربيه والنولون والوهبه والاكراميه والكلام ده كله ودي كلها مصطلحات وثقافه شائعه في المجتمع بتاعنا بتتباع ب 4 جنيه. ده نقول السعر بتاعها. وام 4 جنيه دي كانت بتيجي البيوت عندنا بنجيبها من البيت كده راجل ماشي كده على العربيه يقعد يخبط كده مفتاح الانابيب يتنتن كده على الانبوبه تتباع ب 7 جنيه 8 جنيه ب 10 جنيه زي ما كانت. فإذا نحن نتحدث عن هامش سرقة من 2 جنيه ونص أو من 3 جنيه لربع لغاية 10 جنيه يعني الأنبوبة تتباع مرتين ونص بالسعر بتاعها. طيب كلام جميل. النهاردة لما حصل رفع سعر الأنبوبة 8 جنيه طبعا مؤكد أن هذا سيكشف هؤلاء المرتزقة والحرامية لأن البيل اللي اتعود أن هو يكسب في الأنبوبة 7 جنيه النهاردة هيكسب فيها إيه؟ ما هو 8 جنيه هيبيعها بكام؟ ب 20 جنيه. طبعا النهاردة حصل حالة تعطيش للسوق الأنابيب النهاردة وصل سعرها في بعض المحافظات والمدن اللي حوالي 40 و50 جنيه للانبوبه. طبعا ده موضوع عامل ازمه كبيره. هي مشكلتها مش مشكله سعر رفع سعر الانبوبه هي مشكله في اصحاب النفوس الضعيفه واصحاب الزمم الخربه والمريضه اللي هم بيحاولوا يستغلوا ومش عايزين يضحوا شويه. يا اخي ما حدش يقولك ما تكسبش اكسب بس اكسب برضه بالمعقول. يعني لما تكون انبوبه تكسب فيها جنيه 2 جنيه معقول لكن انبوبه عايز تكسب فيها ده ثمنها مرتين فبالتالي لما يرتفع سعر الانبوبه ل 8 جنيه طبعا انت عايز مكسبك تحافظ عليه مش هتقدر تحافظ عليه لان مين هيشيلها منك. الدستور في صفحتها الثالثة بتقول أزمة البوتاجاز تشتعل في القاهرة والمحافظات. أصحاب المستودعات يواصلون الامتناع عن تسليم الحصص والاسطوانة بخمسين جنيها في السوق السوداء. ده بحسب ما الدستور بتقول. الوفد في صفحتها الأولى بتقول الوفد أيضا أن سعر الأنبوبة وصل 50 جنيها للاسطوانة وعودة وبور الجاز. خلاص احنا النهارده بقى ايه داخلين على عصر وبور الجاز بتاع زمان. كنا كده نروح زمان كده ايام ام الله يرحمها تبعتني كده اروح البنزين اروح اخد معايا جيركن كده 5 لتر اروح اجيب فيه شويه جاز ونحط في الجاز كده ونقعد نعمل بالمكبس كده ونعمل وتلاقي بتاعه وبالبتاع البتاع السلاكه دي اللي هي بيسموها الابره تسلك الفونيا كده عشان يطلع غاز. فاحنا نحن نعود مره اخرى الى عصر وبور الجاز. بس الفكره هو طب هو فين الجاز؟ يعني هو ده بس ده السؤال. ما هو برضه الجاز مش موجود. وبتقول الوفد رحله البحث عن انبوبه ورغيف. النهارده اصبح الحصول على انبوبه ورغيف هو اقصى ما يطمح اليه المواطن المصري. اليوم السابع ايضا بتقول بقى عن هي بتكشف مفاجاه. انا شخصيا مش شايف انها مفاجاه. بتقول مفاجاه وزير التموين لم يعرف بقرار رفع سعر البوتاجاز. وزير التموين هو الدكتور باسم عوده هو اخر من يعلم بقرار رفع السعر وان هذا القرار تم الاتفاق عليه بين وزارتي البترول والمالية. وأبلغ وزير التموين في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي. طبعا تم إبلاغ مديريات التموين في المحافظات بهذا القرار في ساعة متأخرة يوم الأحد بالليل حتى يعني لا يحدث أي تلاعب بالكلام ده كله وإن وزير التموين لا علاقة له. هو الكلام ده مش مفاجأة. هو الراجل قال الكلام ده وفينا مسار مجال وزارة التموين ملهاش علاقة بالكلام ده كله. يعني التموين ملهاش علاقة. اللي بيسعر هي وزاره البترول اللي هي بتستورد الغاز من بره وبتعبيه في الانابيب دي كلها. وزاره الماليه هي اللي بتوفر الاعتماد عشان احنا بنجيب بالجنيه المصري وبنقلبه بالدولار والماليه طبعا هي المسؤوله عن تدبير الموارد. يعني
المصري اليوم في الصفحة الأولى بتقول غليان في الشارع بسبب أزمات البوتاجاز والكهرباء والسولار. وصفحة 4 المصري اليوم بقى بتكشف عن مفاجآت حلوة كده وخطيرة، بتقول أنبوبة البوتاجاز تنفجر في وجه الرئيس. يعني هو حتى عنوان هي عشان أنبوبة البوتاجاز، طبعا معروف إن في انفجارات بتحصل ممكن لو أسيس صدمة، فهو في عنوان في توريه بتقول أنبوبة قنديل، عفوا أنبوبة قنديل تنفجر في وجه الرئيس. شهود عيان بيقولوا إن في أعضاء في جماعة الإخوان يحصلون على حصص الخريجين، ومصادر مسؤولة بتقول لا نية للتراجع عن الزيادات، والمراقبة والجودة تهدد بمقاضاة الحكومة، وشباب بيقولوا التموين في خدمة الجماعة، وفي قيادات عملية بيقولوا زيادة البوتاجاز تهدد بصورة فقراء، وغضب في المحافظات بسبب ارتفاع سعر الغاز. سعر الأبوبة 35 جنيه في بورسعيد، 35 جنيه في بورسعيد، 30 جنيه في كفر الشيخ، 12 جنيه في المنيا. طب معقول 12 جنيه في المنيا؟ معقول يعني ممكن ب 8 تشتري ب 12 جنيه يعني معقول ماشي. ومشدات وهتافات ضد مرسي في دمياط، ده بحسب انها بتقول المصري اليوم في صفحتها الرابعة عن هذا الموضوع. معانا مجموعة أخرى من الأخبار هنستعرضها في الدقائق المتبقى من الحلقة. اليوم السابع في صفحته طبعا هنتحرك فيه إن مجلس الشورى حاليا بيناقش مجموعة من التشريعات، هو مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية ومشروع قانون مجلس النواب، تمهيدا لإرسالهما إلى المحكمة الدستورية العليا عشان يستفيد من مادة من النص بتاع المادة 177 من الدستور التي تلزم المحكمة الدستورية بالرد عليه خلال 45 يوم، بدل ما يتحل المشروع من محكمة القضاء الإداري. طبعا في الحالة دي ما فيش نص بيلزم المحكمة بالرد، قد يتم تأخير أو تعطيل استحقاقات سياسية معينة هم عايزين عشان عايزين يخلصوا من الانتخابات وعايزين يشكلوا مجلس النواب الجديد ثم تشكيل حكومة جديدة. فالنهاردة هم ناقشوا، النهارده مجلس الشورى انتهى من مناقشه مشروع قانون الحقوق السياسيه. طبعا هناك شبهات تطارد هذا المشروع بعدم الدستوريه في 4 مواد، واليوم السابع بتقول في الصفحه الاولى عدم الدستوريه يهدد قانون الحقوق السياسيه والانتخابات. الاستاذ صبحي صالح رئيس اللجنه التشريعيه في مجلس الشورى، طبعا حصل ازمه اليوم السابع معنا صبحي صالح، هو اللي حصل المشروع قانون لما طلع لغوا النص الذي كان يحظر استخدام الرموز او الشعارات او الدعايه الدينيه. طبعا صبحي صالح رئيس اللجنه التشريعيه هو صورته امام حركه على الشاشه بيحذر بيبرر وبيقول القوة التي ترفض الشعارات الدينية هدفها إباحة الإلحاد. سبحان الله، يعني وهو يعني إباحة الإلحاد يعني وهو يعني الحفاظ على الدين سيأتي باستخدامه وتصديره في المشهد السياسي؟ يعني هذا هو السؤال، يعني يا سيدي لا نستخدم القوة الشعارات الدينية ولا شعارات غير الدينية، يعني ولا شعارات الإلحادية عفوا اللي هي ضد الدين، يعني في النهاية طبعا ده لعب بالنار. طبعا الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون وعضو لجنة تشريعية في مجلس الشورى بيقول إن في أربع مواد مهددة بالبطلان وعدم الدستورية، ومن ضمنها المادة 65 التي تنص على أن الدعوة للإجراء الاستفتاء هو تأتي بقرار رئيس الجمهورية، وطبعا ده بيتناقض مع المادة 141 من الدستور اللي بتقول إن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته من خلال رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم. بالتالي إحنا أمام تناقض دستوري بين المادة 65 اللي هم حاطينها في هذا في مشروع قانون الحقوق السياسية والمادة 141 في الدستور اللي بتحدد الصلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية. أيضا عندنا المواد المادة 31، المادة 55، المادة 65. الخبر بيقول إن مجلس الشورى وافق على مشروع القانون لكن مش هيبعته للمحكمة الدستورية، هيركنه كده عنده في الاندراج بتاعته إلى حين ما ينتهي مجلس الشورى من مناقشة أو الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب، بحيث يتم إرسال كلا المشروعين إلى المحكمة الدستورية يعني إيه علشان تقول رأيها فيهم. المصري في الصفحة الأولى بتقول الحكومة عرضت إنجازاتها على صندوق النقد، طبعا النهاردة البعثة وصلت النهاردة يوم الأربع، الحكومة قبلتها عرضت الإنجاز على البعثة. وصحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية بتقول الوضع ينذر بانهيار الاقتصاد، وبلاغ من المرشح الرئيسي السابق خالد علي ضد مرسي، والبورصة تخسر 4.7 مليار جنيه. أيضا المصري اليوم بتقول بوادر أزمة بين مصر وأمريكا بسبب العنف وحرية التعبير. جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بيقول الاعتقالات مبعث قلق، وفي منظمات حقوقية بتقول القاهرة تعود للديكتاتورية. الوفد في صفحتها الأولى بتقول الوفد ضريبة القروض والأسهم ضربة للبنوك والبورصة. طبعا كان الحكومة وافقت على مشروع قانون جديد لفرض ضريبة على القروض والأسهم، طبعا ده يمثل ضربة للبنوك، هيحد من حركة الائتمان في البنوك، هيحد من حركة البورصة. والدولار يقفز إلى 8 جنيهات و15 قرشا في السوق السوداء، يعني النهاردة الدولار وصل 8 جنيه و15 قرش في السوق السوداء، ده بحسب ما بتقول صحيفة الوفد. الدستور في صفحتها الثالثة بتلقي النظر على تداعيات المشهد، يعني طبعا الدولار عمل ايه في المشهد الاقتصادي، فبتقول الأزمة في استيراد القمح لندرة الدولار، في عندنا أزمة في مشكلة في الصناعة، احنا في النهاية أي ساعة بنجيبها مرة بنجيبها بالدولار مش بالجنيه المصري، الجنيه المصري ده حاجة كده محلية جوانا، لكن في النهاية أي تعاملات دولية لمصر سواء كنا عايزين نجيب بوتاجاز، نجيب غاز بوتاجاز، نجيب سولار، نجيب بنزين، نجيب قمح، نجيب أي حاجة من بره، مطلوب أن يتم هذا بالدولار. الدولار النهاردة سعره وصل 8 جنيه و15 قرش. بتقول هنا الدستور الدولار يسجل 8 جنيه 25 قرش، ده مش ده طلع كمان. واليورو 10 جنيهات ونصف في السوق السوداء،
ده بحسب ما بتقوله الدستور. اليوم السابع في الصفحه الثالثه. في الحقيقه هو امبارح وصلت اول فوج, وصل اول فوج من البعثه اللي هي السياح الايرانيين اللي هم كانوا جوه مصر. طبعا الموضوع عامل ازمه, انا شايف ان هي ازمه مفتعله ولا محل لها. احنا النهارده بنتكلم مفيش ضرورات, احنا محتاجين سائح. هو السائح اللي جاي ده في مصر اسبوع ولا اسبوعين ولا حتى هيجي يقعد شهر في مصر يعني, في الهيئه السائح ده جاي يعمل ايه؟ في النهايه السائح ده هذا يعني انه اشغال لغرف فندقيه وطاقات فندقيه معطله, يعني بالتالي هيكون في تشغيل او اعاده تشغيل لقطاع السياحه الذي يمثل قاطره الاقتصاد. قطاع السياحه بيشغل وراه 90 صناعه. السياحه لما بتشتغل انت بتشغل فنادق, بتشغل ضرايب, بتشغل حاجات كتيره جدا, منظومه لا حصر من السلع والخدمات بتتشغل مع السياحة. رقم اثنين, السياح اللي بيجي معنا ما بيصرف في الشارع, يعني في النهاية السياح ده رايح يشتري علبة عصير, رايح يشتري ازازة مية, رايح يشتري فلوس, دي في النهاية رايحة فين؟ ما هي في النهاية رايحة داخل الاقتصاد المصري. السياح ده هيجي معاه من بره, هيجيب معاه من بره الدولار بتاعه, جاي معاه بالدولار بتاعه علشان يدخله في الشرايين الاقتصاد المصري وياخد بداله جنيه يصرفه في الشارع. اذا انا مش شايف ان في اي تخوف. اعتقد ان اي امه تتحدث عن الخوف على هويتها من شويه السياح جايين يزوروها, اعتقد ان دي خيبه تقيله ودي تعتبر امه ضعيفه. لا السائح الايراني, مصر طول عمرها طول عمر مصر منفتحه على كل حضارات العالم. اتعاملنا مع عايز اقول من ايام احمس وتحتمس هكسوس وتتار وصليبيين ومش وعايز اقول وكل اشكال والوان الاحتلال الفرنساوي والانجليزي. الاحتلال الانجليزي دخل مصر 72 سنه ومع ذلك لم يغير شيء من الهويه المصريه. حمله فرنسيه, حمله فريزر, الكلام ده كله. هل النهارده جاي لي 58 سائح من ايران ولا جاي لي 58 الف سائح لو ضربناها في 1000 ولا جاي لي 58 مليون سائح حتى من ايران؟ هم دول اللي هيغيروا هويه المجتمع وهيفرضوا المذهب الشيعي في مصر والتشيع والكلام ده كله. اذا هم اين الازهر واين المرجعيات الدينيه واين واين واين؟ طبعا كلام مش مظبوط. اليوم الساعه بتتكلم عن اول زياره يقوم بها السياح الايرانيين لمصر, بتقول السياح الايرانيون اشتروا تذكارات تاريخيه من الاقصر ومشغولات ذهبيه ب 10000 دولار. طب ما ده كويس, 10000 دولار طبعا هو رقم هزيل جدا, لكن محتاجين نضعفه. يكون نفسي يبقى 100000 دولار, نفسي يبقى 100 مليون دولار. الدعوه السلفيه بتقول تطلق حمله عنوانها الشيعة هم العدو فاحذروهم, وتتهم الرئيس وتراجع عن وعوده. طبعا هذا يعني عدم النوع من عدم النضج السياسي. وان في يعني قالت مسؤوله الوفد ان السياح 43 شخصا من اسر ايرانيه ذات مستوى عالي وكلهم اشخاص عاديون تجار واطباء ومهندسون. دول السياح اللي جم. المصر اليوم في صفحتها الثالثه بتقول المصر اليوم ان الوفد السياحي الايراني, الوفد السياحي الايراني تحت حمايه المخابرات في الغردقه. يعني لما كان راح الغردقه كان تحت حمايه المخابرات. وان في قائد سلفي بيقول ان احنا نرحب بالايرانيين لدعم الاقتصاد بعيد عن السياحه الدينيه. واليوم السابع صفحتها الثالثه بتقول الصالات, طبعا بسبب ازمه الوقود وازمه السولار والكلام ده كله, بدا مطار القاهره يتخذ مجموعه من الاجراءات عشان ترشيد الطاقه. وده شيء مطلوب, يعني مطلوب في كل حتى مؤسسات الدوله يكون في سياسه ترشيد طاقه. يعني انا بتعجب لما اكون مثلا شايف مبنى ولا اخش مبنى حكومي وفي عز النهار في الساعه 12 الظهر والساعه 11 الصبح وفجاه ان كل اللوض مولعه. طب يا اخوانا ما تسيبوه من مصدر اضاءه طبيعيه. يعني ايه معنى انا مثلا في سقف في 40 لمبه نيون شغاله الساعه 11 الصبح ولا الساعه 10 الصبح في مكتب المكان, وانت عندك شبابيك ونوافذ تقدر تسيب المنظر طبيعي؟ ليه ما يتمش تخفيض الاضاءه دي للنص؟ ما بقولش انك خطفت تظلم المكاتب, لكن شغل الاضاءه المفروض يكون في خطه حكوميه لترشيد يعني ترشيد الطاقه. بتقول الصالات تخفف الاضاءه, ده اليوم السابع. مطار القاهره يستعد للاظلام الجزئي وخمس شركات تلغي رحلاتها. يعني ربنا يستر. ومعانا اليوم السابع ايضا استدعاء خبر بقى هنا ان وزاره الخارجيه المصريه استدعت السفير الاماراتي في القاهره لاستعجال تحقيقات الخليه الاخوانيه اللي هي كانت قبض عليها من كام شهر كده وقالوا ان دي بتسعى على قلب نظام الحكم وكده. بتقول استدعى السفير الاماراتي وابلاغه رساله ايه اللي حصل في التحقيقات بتاعه الخليه الايرانيه. طب انا عايز اعرف في مئات والاف المصريين اللي اتضربوا في ليبيا. انا سمعت وقريت قصص يندى لها الجبين تعرض لها المسيحيون في ليبيا لدرجه ان كانوا بيخشوا بتوع جماعات الانصار الشريعه ولا انصار ما اعرفش انصار السنه ولا الشريعه هناك, كانوا ماشيين بيلبسوا زي قوات شرطه قوات جيش من ليبيا, يخش على الاسواق في ليبيا, يخش على واحد انت مسيحي ولا مسلم, يعرف ان هو مسيحي على طول يتاخد. المساله لا علاقه لها لا بتنصير ولا تنصير ايه وبتاع ايه والكلام بيتكلموا فيه ده. لما النهارده واحد اسمه عزت حكيم مات من التعذيب في ليبيا ومراته مصوره جثته قبل ما يتم دفنها حتى لا يتم اطلاعه في تقرير طب الشرع. ادي عزت حكيم اللي مات في ليبيا, يعني عايز اقول تحت صمت مخزي من الدوله بكل اجهزتها وبكل وزاره الخارجيه وكل اجهزه الدوله التي تقاعصت عن حمايه المسيحيين. هم طبعا نظروا عليهم ان هم مسيحيين, في النهايه دول مواطنين مصريين. يعني في النهايه هو مواطن مصري شغال في ليبيا النهارده طلع كده تهمه على طول, انتوا مسيحيين, انتوا كفره, انتوا فجر, انتوا بتنشروا المسيحيه في ليبيا وكان المسيحيه توب. انا قريت تصريحات للمحامي بتاع المسيحيين اللي هم المتهمين بالتنصير دول في ليبيا, قال لك اصلا ما فيش حاجه اسمها تهمه التنصير, هي المسيحيه بقت تهمه. انا عايز اعرف يعني ثم النهارده باي شيء تتحدث عن التنصير وانت ما انت عندك النهارده نت ولا ليبيا دي ما فيهاش نت؟ يعني ما النهارده اقدر اخش اي حاجه حركه داخل على النت, اعمل كده على جوجل اكتب اي حاجه هيجي لك اي حاجه, هيجي لك المسيحيه واليهوديه والاسلام وكل الديانات والبوزيو اللي يعني النت مليء بمئات الملايين من الصفحات اللي عايز يقرا اي حاجه هيقراها. يعني فايه معنى الناس رايحين ياكلوا عيش هناك يتهموا بالتنصير وبعدين يتم سجن اكثر من 300 واحد هناك ويتم تعذيبهم باسوا ادوات التعذيب ويتم قتل عزت حكيم؟
يتم ترحيلهم. الناس لدرجه ان بيقول لك المسيحيين كانوا في الاسواق في ليبيا مجرد ما يشوفوا جماعه بتوع انصار الشريعه دول داخلين ومعاهم قوات من الجيش والشرطه كانوا بيفروا من الاسواق بيجروا. يعني يعني انا جاي اموتك اموتك. ماذا فعلت الدوله مع المسيحيين اللي ماتوا في ليبيا؟ يعني هم دول مش مواطنين مصريين ولا عشان بتوع الخليه الاخوانيه بتوع الامارات استدعوا السفير الاماراتي تعالى عملتوا ايه في الموضوع ده كله؟ انا كنت اتمنى ان يتم استدعاء السفير الليبي في القاهره ويتم ابلاغه رساله شديده اللهجه عما تعرض له المسيحيون في ليبيا من انتهاكات لا انسانيه يعني ولا هي المبادئ بتتجزا. انا عايز اعرف يعني اليوم السابع في الصفحه السادسه في الحقيقه في خبر مهم جدا بتقول ان في تقارير استخباريه تتحدث عن تغلغل الارهاب في سيناء وفي واحد اسمه دانيال نسيمان رئيس قسم الاستخبارات استخبارات الشرق الاوسط في وشمال افريقيا مركز ماكس الحقوق الامنيه بيقول ان تاسيس محافظه وسط سيناء التي اقترحها نظام مبارك ويرفضها مرسي هي الحل. لا حل لحمايه الامن القومي المصري في سيناء الا ان يكون هناك تنميه وتعمير في سيناء. كان في اقتراح من ايام مبارك ان يبقى في محافظه وسط سيناء. انت عندك شمال سيناء في العريش وجنوب سيناء هي في شرم الشيخ والطور. طب القلب بتاع سيناء ده متساب، ده تبع مين؟ ده تايه في النص. بيقول ان لازم يتم انشاء محافظه في وسط سيناء وان الشيوخ خبار القبائل المخلصين لمصر وروزا يوسف في صفحه بتقول الجيش بيقول ان اعاده ترسيم حدودنا مع اسرائيل مستحيل وفي غارات اسرائيل على غزه على الاحوال الكاريكاتير. طيب احنا الكاريكاتير من مصر اليوم نخش على المصر اليوم صفحه 4 في المصر اليوم فيه كاريكاتير. ادي واحد هو واقف بيكلم راحل واحد اسمه ترزي الاخوه. ده ما هو يعني ممكن واحد يقول لك مثلا ترزي الامانه ترزي المحبه ترزي الاخوه وبرضه ترزي الاخوه او ترزي الاخوه. فواحد بيقول له ايه؟ بيقول له مزنوقين في ثلاث قضايا زراء اديان اتفضل تفصيل بس على ذوقك والنبي. يعني احنا النهارده خلاص بقت النهارده كل القضايا يتم تفصيلها. ما حدث مع الاعلامي باسم يوسف هو تفصيل لقضايا. ده برنامج اعلامي برنامج فكاهي برنامج يتناول الوضع السياسي بشكل ساخر. لا معنى يتم ازدراء الاديان ازدراء رئيس محمد مرسي تكدير الامن والسلم العام. اعتقد يعني كلها تهم عفى عليها الزمن، تهم بتعود الى عصر الشرقيه من 30 40 سنه بس مع الجديد النهارده بقى هي الشرقيه مغلفه بالدين. واخر كاريكاتير في اليوم السابع صفحه 13 في اليوم السابع كاريكاتير. ادي واحد هو بيقول لك من وحي فشل الرئيس. واحد بيكلم مراته بيقول لها مش هعرف اشتغل طول ما انت واقفه على دماغي وبتقول الشغل. زي ما بيقولوا مش هعرف اشتغل طول ما انت واقفين على دماغ الحكومه. ايضا زي ما حكومه قديمه مش عارف تشتغل هو ايضا بيقول لها مش عارف اشتغل طول ما انت واقفه على دماغي مش عارف اشتغل. ده كان اخر ما ننهي به صحافتنا النهارده. ربنا يحفظ مصر وشعبها. نلتقي يوم الاحد القادم في صحافه جديده على خير ان شاء الله وشكرا.